المر أو صمغ المرة من أقدم الأدوية المعروفة على الإطلاق، استخدم في العطور والبخور والتحنيط وكعلاج فعال لكثير من الأمراض والمشاكل الصحية. لنتعرف على المر وأهم فوائده وطريقة استخدامه. عبارة عن صمغ راتنجي ينتج من أشجار المر بعد جرح ساقها. هو ذو رائحة عطرية مميزة وخفيفة، طعمه جاف وقليل المرارة. أفضل المر ما كان حديثا محتفظا برائحته العطرية، أيضا لونه بين الأحمر والبني وليس الأسود، لأن المر الأسود كثير الشوائب. أبرز استخدامات المر شعبيا هو استخدامه في تسريع جبر الكسور، وهو فعال في ذلك. طبعا له العديد من المنافع الأخرى، لكني سوف ألخص حسب خواص المر أهم ثلاث فوائد. المر مضاد التهابات طبيعي كغالبية الصمغ النباتية، سواء استخدم داخليا أو خارجيا. مثلا هو ممتاز لالتهابات الجلد عموما، هو ممتاز لالتهابات القناة الهرمية، الالتهابات الخفيفة والمتوسطة. يستخدم شعبيا في علاج التهابات المهبل والرحم كلبوس أو غسول مهبلي لثلاثة أيام فقط بعد الدورة. الاستخدام الثاني، المر قابض، لذلك عند استخدامه داخليا يساعد في علاج الفتاق أو اللي يسمى حديثاً الفتق الإربي، الذي يبرز فيه جزء من الأحشاد كالأمعاء مثلاً. أيضاً هو يقبض الأوعية الدموية. مثلاً هناك مرض اسمه الوردية، هو مرض غريب نوعاً ما، هو عبارة عن توسع في الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في الوجه. المر ممتاز لها موضعياً. أيضاً البواسير عبارة عن دوالي في جدران الأوعية الدموية المغذية لفتحة الشرج، وكثير من المصابين بالبواسير يستخدم المر كحمام مائي يجلس عليه المصاب للاستفادة من خواصه كقابل وكمطهر وكمضاد للالتهابات. ثالثا وأخيرا، المر يعزز من رطوبة البشرة عند استخدامه كماسك، لذلك هو يعطي نضارة للوجه وينعم البشرة، أيضا يخفف من أثر التجاعيد، كما أنه فعال في علاج حب الشباب، من أكثر الحلول الطبيعية الفعالة لعلاج حب الشباب، ولمن تعاني من البقع الداكنة والتصبغات هو ممتاز. طريقة استخدام المر: في المساء ينقع كسرة من المر تقريبا 1 جرام بهذا المقدار، تنقع في كأس ماء في كمية مناسبة من الماء. في الصباح تشرب بعد التحريك، طبعا تشرب قبل وجبة الإفطار، مع العلم أنه المر لا يذوب جيدا في الماء، يعني لا يذوب بشكل كامل، لذلك من الأفضل أنه في حال توفر كبسولات جيلاتين، هذه الكبسولات الفارغة مثل هذه مثلا، فإنه يفضل طحن المر وتعبئته في هذه الكبسولات. هذه الكبسولات 400 ملي جرام تقريبا، تشرب حبتين قبل وجبة الإفطار.